فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مياه المجاري أكرمكم الله الذي تتم معالجتها وتصفيتها تكون طاهرة أو طهورة؟ معالجتها على نوعين: معالجة تامة بحيث ما يبقى للنجاسة ريح ولا لون ولا طعم، فهذه تصبح طهورا، على خلاف بين العلماء هل يطهر الشيء بالاستحالة أو لا يطهر بالاستحالة، لكن صحيح أنه يطهر بالاستحالة إذا عاد إلى أصله وانسلب كل صفات النجاسة يعود إلى أصله. والنوع الثاني من المعالجة، معالجة ما تذهب النجاسة لكن صفي الماء نوعا ما ولا تذهب النجاسة، هذه ما تطهر الماء، ما تطهر الماء، لكن تستعمل في سقي الحدائق ونحو ذلك لا بأس. ويقولون إن المعالجة التامة هذه صعبة التكاليف، ما هي موجودة لأنها صعبة التكاليف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.